أسعار مادة الطحين سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق، وأرجع التجار في البصرة هذا الغلاء إلى تكاليف النقل الباهظة بسبب الأحداث الأمنية التجارية شمالي العراق، لا سيما وأن أغلب الطحين يتم استيراده من تركيا، وحتى يصل إلى هنا يمر بعدد من المدن التي تشهد أعمال مسلحة، لهذا يتجنب سائقو الشاحنات السير فيها. المشكلة شنو؟ ما عندنا غير مصدر، بس تركيا، يعني هسه الكويت يقدر ندخل من عنده، نقدر ندخل من ايران، نقدر ندخل من الامارات، بس هنا المعجزه صارت بس تركيا، وتركيا اي زلمه تصير طريق بلد بطريقه تكريت انقطع الطريق، انقطع الطريق اكو نفوس ضعيفه صعدوا الاسعار. يعني طن من 55 الى 200 الف طن فهسه طبعا يصعد الطحين ما بها اي مجال بعد. قبل الكروه 55 60 الف 50 الف يلحق الطن، هسه الطن يلحق 200 فوق ال 200. هذا سبب ارتفاع سعر الطحين. وزارة التجارة وللحد من ظاهرة الغلاء استوردت شحنات كبيرة من الحنطة الأسترالية، وتعاقدت مع مطاحن أهلية لإنتاج مادة الطحين، وبأسعار مدعومة إلى حد ما تعطى لأصحاب الأفران والمخابز بهدف السيطرة على الأسعار التي تلتهب مع الأحداث الأمنية. مادة الطحين هي مادة أساسية، وهاي المادة دعمت من قبل وزارة التجارة من خلال استيراد حنطة استرالية، وحاليا عندنا بالبصرة مطحنتين خصصت لهذا الغرض لدعم الأفران والمخابز والمعجنات بهذه المادة. لكن هذا الإنتاج الوفير بقى مكدسا في المخازن بانتظار من يشتريه، رغم أن أسعاره مخفضة قياسا بالطحين المستورد من مناشئ أجنبية. كفتنا وزارة التجارة للإنتاج الخبز البطاقة التموينية، حولتنا إلى إنتاج الصفر لتجهيز الأفران والمخابز للسيطرة على الأسواق المحلية. فإنتجنا الصفر والإنتاج ساعدنا بوفرة بالمطحنة وموجود ومتوفر، بس جاي نعاني من قلة التجهيز لأفران المخابز. وهذا ما أحدى بشركة تصنيع الحبوب إلى دعوة التجار وأصحاب الأفران إلى شراء الإنتاج المحلي من مادة الطحين بعد أن ساهم ما ضخ منه إلى الأسواق بالتقليل من أسعار الطحين المستورد. أزوف أهل الأفران عن شراء الطحين المنتج، عدم معرفتهم بنوعية الطحين، على المعلومات اللي عندهم أنه تصنيع الحبوب تطحن طحين محلي سابقا وماكو تجربة جديدة للطحين الصفر، فعاسفين عن هذا الموضوع. هم بس لو يجون يجربونها ما أعتقد يبقى عندنا كيلو واحد خلال هذا الأسبوع. العمليات العسكرية الجارية في المحافظات الساخنة يبدو أن تأثيراتها الاقتصادية وصلت إلى هنا، فما زالت الأسواق تسجل ارتفاعا في أسعار بعض السلع رغم محاولات الدولة بفرض رقابة عليها. من محافظة البصرة سعد قصي، الحرة.